التشويه المغرضة التي تعرض لها، وإنه منذ زمن طويل، ودور الأزهر الشريف دور عريق له أكثر من 1000 عام في خريج الأزهر الشريف، الذي يدعو إلى الوسطية دائما ولا زال، بعقلية متفتحة وبعزم أكيد، فيه وسط لا إفراط ولا تفريط، فلا عصبية فيه ولا إهمال. الأزهر فكرة إنشاء الرابطة العالمية لخريج الأزهر سنة 2007، أصبحت الحاجة ملحة لعقد مثل هذا التجمع، خاصة بعد أن تم تعيين معالي الأستاذ الدكتور محمد فرشها من قبل المركز الرئيسي للرابطة العالمية لخريج الأزهر القادرة لتولي منصب رئيس مجلس إدارة فرع الرابطة في إندونيسيا، من أجل بناء جسر للتواصل بين أبناء الأزهر من كل أنحاء بقاع أرض إندونيسيا.